بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طلابي الأعزاء. اليوم محاضرتنا راح تكون تتعلق بشابتر 3 اللي هو All About You. بهذا الشابتر راح نتكلم عن الجوبس، راح نتكلم عن فعل الكينون اللي هو الفعل verb to be بحالات الثلاثة as و am و are. بعدين نبدي نتكلم شلون نسوي negation، يعني شلون ننفي الجملة، ونبدي إذا أشوفكم المقرر اللي عندنا نتكلم عن yes no questions as well، وأيضا عندنا short answers وال WH questions. مثل ما عودناكم نركز على الأمور، نسلط الضوء على الأمور المهمة بهذا الفصل. أوكي، المهم عنده هسه هنا عندك مجموعة من الجوبس اللي هي خلي لك هنا البيكتر والجوب اللي يكون اللي يلام. مثلا كلكم تعرفون دكتور، نيرس، ستودنت، تيتشر، شوب أسيستنت، باس درايفر، بزنس مان تعرفوها، بوليس أوفيسر اللي هو الشرطي، أند بولدر. أوكي، هاي الكلمات ما هي بسيطة، يعني أعرف بالنسبة لمستواكم. شوفوا هذه الصورة student و teacher، أي هو منهم student؟ هذا student راح يكون، وهذا راح يكون teacher. أوكي، هنا أنا nurse و doctor. تعرفون من النيرس هنا أنا she's not a nurse she's a doctor، ده يتكلم على هاي lady. أوكي، what his job؟ هاي كلش يعني تعرف المفروض how to answer these questions. What's his job؟ He's a teacher. What's her job؟ She's a doctor. أوكي، تسأل شخص ثاني what's your job؟ I'm a student or I'm a businessman. عندك هنا grammar spot مثل ما حكينا عنها بالمحاضرة السابقة she's و he's. هنا بالnegation من تقول he's a teacher اللي مثل ما قلنا بالمحاضرة السابقة he's، أو عندك she isn't a nurse، هنا هي اختصار إلى she is not. أوكي، إذا نتكلم هنا عن الجرام، إذا تروح للجرامر سبوت زين on page 124 مثل ما قلت لكم إنه النيجاتيف I'm not from Scotland، I am not هذا الكونتراكتد فورم، they aren't from Ireland، they aren't أصلها شنو؟ they are not. ممكن تجيك بهذه صيغة contracted form، تعطيك الشكل الكامل وتسوي ليها بالشكل contracted اللي هو الاختصار. أوكي، بالنسبة للshort answers are you from Scotland؟ yes I am. no I'm not. is this your band؟ yes it is. no it isn't. ذاك هاي ال yes no questions. Are you from Ireland? Are they sorry from Ireland? Yes, they are or no, they aren't. إذا نروح على page 124 هذا الجرامر رفرنس. I am not a teacher. He or she isn't married or she isn't very well. مالتنا yes no questions. Are you married? Yes I am. No I'm not. Is she a teacher? Yes she is. No she isn't. لا تلاحظ دائما يخلون كما بعد ال yes وال no. إذا yes she is سير و she isn't تكون بال contracted form. Is her name Alice? Yes she yes it is. إذا لا تقول no it isn't. بالنسبة للverb to be، I am from US، from the US. He is or he's from the US. You are
from the US. بالنيجيشن إذا أعطيت الفيها دائما أضيف النوت بعد فعل الكينونة. I'm not English. He isn't English. هنا أنا خلت لكم شرح. هنا شنو القاعدة اللي تتبعها على مود الجملة المثبتة. أنا معلم. I am a teacher. هاي جملة مثبتة. إذا أريد نغيرها. Now we change the statement from affirmative to negative. إذا أريد أغيرها I'm a teacher وأسويها negative. أوكي راح أسويها بالرد وأصفر. I'm not a teacher. نفس الشيء سويت بضفت not بعد ال am. الجملة اللي بعدها she's from Iraq. أريد أنفيها هسه. She isn't or she is not from Iraq. Okay? And this means إنه هذا يعني إنه subject. والverb to be هسه اللي نحول الجملة إذا إحنا حولنا الجملة من المثبت إلى نفي بإضافة كلمة not. Alright. سويها بال yellow. He's very well. ننفيها he isn't very well. أيضا ضفنا بس not ويا و contracted with is. Okay. بالنسبة لل yes no question. طبعا هي نفس هالبيج مالت الجرامر ريبورت. Yes no question. Is he or is she or is it American? إذا تريد تقول yes تقول yes I am. إذا تريد تقول no I'm not. هنا أنا إذا هي is she American no she isn't. لاحظوا هم قايل no وهم contracted form with not. خلت لك آني الشرح. Are you Iraqi? بالaffirmative case. Affirmative يعني المثبتة. Yes I am. الحالة المنفية. No I'm not. Alright. Is she a teacher? Yes she is. Affirmative. النفي. No she isn't. Are they from Scotland? Yes they are. النفي مالتها no they aren't. يقول نلاحظ شلون صارت عملية النفي بإضافة كلمة not إلى الفعل المساعد is not isn't are not aren't. تعرفون هذه المفروض ما وش شو تسووها لأن ضرورية بالامتحان. نتحول هسه إلى question word. أتكم question word. أتكم what where how old. What is your name? هنا أنا مرات أجيب لك سؤال حول أو ask you asking about something. What's your name? John Mason. Okay. أتكم. Where? من تسأل عن المكان. Where are you from? Or where is he from? Or where are they from? الجواب from Spain. What شو وقت استخدمها؟ استخدم what للسؤال عن thing الشيء أو الأشياء. Why استخدمها هاي الكلمات اللي المفروض تعرفوها. Okay why أسأل بها عن السبب. Where أسأل بها عن المكان. When أسأل بها عن الزمان. How old نسأل عن العمر. How many أسأل بها عن العدد. و how much أسأل بها عن الكمية. About quantity عن الكمية. Okay هذه الكمية غير المعدودة و how many عن الكمية المعدودة.
راح ناخذ هسه examples. هاي هنا راح احدد كل وحده عن شنو تسال. تسال عن الوقت الوين والوير، تسال بها عن place، والواي تسال بها عن reason، what تسال بها عن الشيء او الاشياء. اوكي examples: what's your name، where are you from، how old are you. هنا ماما هيك تكون صياغة سؤال. اوكي اذا اريد اقول جملة عن وين راح اكتبها هنا when are you going to school. اوكي question mark. اريد اسأل عن how old are you. عن how old are you. Where are you from. عن المكان. What's your name. عن الأشياء. اوكي نرجعها مثل ما كانت. alright إذا أريد نسأل how much sugar have you got in your bag for example and how many pencils have you got. alright نحاول هسه إلى الاكسرسايزز اللي مطلوبة من إلكم. إذا تروح إلى page 19 مطلوب منك exercise number 2. exercise number 2 page 19. طلع لك رقم page number. exercise number 2 page 19 complete the questions and answers. نانا لكم صورة الشخص وتحل المعلومات، تاخذ المعلومات المتعلقة بهذا الشخص. for example the first one هم حلل لك اياها. What's his surname? Patel. What's his name? Kiran. اسمه اسم الأول كيران. والsurname اللي هو اسم العائلة Patel. Where is he from? من أين هي هو؟ هاي صيغة المكان. هاي شلون دي يسأل عن هاي question words اللي هسه حكينا بيها. What? What? Where is he from؟ يسأل عن مكانه منين هو؟ من إنجلاند. What's his address؟ لأن تسأل على شيء استخدمنا what is his address. بالجواب مكتوب هنا الفون نمبر. What's his number or what's his phone number؟ ممكن تسأل عن العمر. Okay. How old is he؟ He's 20. بعدها what's his job. He's a student. Is he married. No he isn't. موجود المعلومات فوق عندكم، تاخذ المعلومات من الصفحة نفسها. أنا حليت لكم إياها للسهولة لكم. بعدين تتحول إلى page 20 20 صفحة 20 عندك exercise number 5. هذا تطبيق على yes no question. عندك ثلاث أسئلة، أما تقول yes or no. Are you from Scotland؟ إذا تريد تقول yes راح تقول yes I am. إذا تريد تقول no تقول no I'm not. Are you from Ireland؟ Yes I am or no I'm not. Are you a student؟ أما تقول yes I am or no I'm not. بعدها تتحول إلى صفحة 21 exercise number 5. okay complete the sentences. هنا أنا كيران، إحنا عرفنا إنه كيران from England. يقول لك كيران هنا negative. كيران isn't from Japan. إيش لازم تخلي؟ he's from England. His phone number. اعطاك
فون نمبر غلط، فأنت ايش راح تكتب؟ أذنت، هذا مو رقم التليفون الحقيقي. أوكي، it is، هذا الفون نمبر الحقيقي. أوكي، هنا على عمره، he isn't 18، he is 20. He isn't married. هيا ماما تتكلم عن النفي. Alright. شلون تثبت وشلون تنفي. الصفحة اللي عندك exercise number، هذا exercise number 7. صحبات number 1 page 23. Okay. إذا نروح نشوف exercise number 7، زين، take the correct sentence اللي هي she's name's نورة، her name's نورة، هذا أيهم منهم الصحيحة؟ طبعا her name's نورة. okay، البعدها her job is teacher or she's a teacher، طبعا الصحيحة she's a teacher، تجيك مثل هاي الصيغة بالامتحان. her phone number، his phone number is، هذا الرقم، or تقول his phone number is، طبعا الثانية هي الصحيحة. I am not a doctor or amn't a doctor، طبعا الأولى am not a doctor. البعدها number 5، they aren't from Italy أو they are not from Italy، طبعا الصحيحة هي they aren't from Italy. number 6، she's not married or she isn't married، أكيد الصحيحة she isn't married. okay، بعدها عندكم page 23، sorry، إذا نروح البيج 23 راح نشوفكم إياها بالفولدر، الظاهر ما موجودة هنا. just a second، نمبر 3، هذه بيج نمبر 3، نقربها شوية. هنا الاكسرسايز اللي موجود بهاي الصفحة هو بي مثل الـ social expressions، listen and look at the pictures. okay، ايش راح تختار من هنا؟ عندك كلمتين، شنو اللي تخلي بالفراغ؟ I'm sorry، هذه وحدة وقعت الكتب مال هذه، شو تجاوبها؟ شو تجاوبوا هذا واحد قال لكم I'm sorry؟ تقول له that's okay. okay، روح تشتري من محل تقول له a coffee please، اعطاك اياها، قال لك that's £1.20، شو تجاوبه؟ thanks very much. هنا ايش عندكم؟ هاي هنا شخص دي يسأل عن الطريق، شو يقول اول شي من يريد يبدي المحادثة مع الشخص الاخر؟ excuse me where's the station؟ شو جاوبته؟ قالت له it's over there، قالها thanks a lot. النقطة اللي بعدها، هسه هنا ما خلي لكم الاكسبريشنز، انت راح تكتب thank you very much. هنا انا ايش راح تقول؟ thank you very much، لان هذا ساعد حتى تنزل من السيارة. بعدين قلت له that's very kind، ايش قلها؟ that's okay. هنا اللي يتكلمون واحد حكى وياها بالفرنسي كلغتين، قلت له I'm sorry I don't understand، I don't understand. اوكي، هذا اجى مرة excuse me، اجى حكى تكتب هنا excuse me. where's the town center؟ جاوبه I'm sorry I don't know.
All right. نرجع الملف اللي كنا به. هذا عندكم ماما التمارين on page 17 الكتاب الجزء الثاني من كتابك الورك بوك زين page 17 الأبيض والأسود اللي صاير الجزء الثاني من كتابك تفتحه تروح على صفحة 17 اوكي التمرين عندكم what's his first name Paul. Where is he from? England. What's his address? هو هذا الادرس. بعدين what's his phone number? هذا رقم التليفون. What's his mobile number? هذا الموبايل نمبر. بعدين how old is she? 26. بعدين what's his job? He's an engineer. وراها تقول is he married? No he isn't. هنا المعلومات موجودة بالتمرين بهاي المعلومات قدرنا احنا نسوي الأسئلة حسب الجواب الموجود اوكي نمبر 2 هنا راح تسوي عندك معلومات عن بول وانت تقعد تصححها عن عمره واسم رقم تليفونه ووظيفته اوكي هذه ماما التمارين كليتها موجودة قدامكم حلولها بهذا الملف أوكي استخدموها في حل خلة لكم الشرح استخدموها عنه لأنه التمارين اللي بالورك بوك جدا مهمة أوكي كليتها موجودة خليت لكم إياها alright هسه وصلنا لنهاية محاضرتنا أتمنى تكونوا استفادتوا منها and thank you very much